بعد 2003 العراق تعرض إلى موجة كبيرة جدا، موجة إرهابية، ودفع فاتورة كبيرة جدا من الدماء العراقية. وبالتأكيد كانت المشاريع الدول الجوار والمحيط الإقليمي والدول اللي تصفى في داخل المشهد العراقي، ودفعنا كثيرا، لا سيما بعد أن سيطر تنظيم داعش الإرهابي في ليلة وضحاها لثلث مساحة العراق. اليوم العراق يريد أن ينتهج سياسة حقيقية قوامها التوازن والتكافؤ والتعادل، وهذه السياسه تستلزم ايضا ان يكون هنالك سياسه داخليه، لكن للاسف الشديد السياسه الداخليه العراقيه ما زالت هشه وغير متماسكه، وبالتاكيد لا نستطيع ان نتحدث اليوم عن سياسه خارجيه متينه ومستقره اذا لم تكن لدينا سياسه داخليه عراقيه. مع ذلك، مع هذه التحديات، الحكومه العراقيه والسيد الكاظم يريد ان يؤسس الى مرحله من العلاقات، سواء كانت علاقات بينيه او علاقات متشابكه مع دول الجوار والمحيط الاقليمي، واعتقد بان قمه بغداد للتعاون والشراكه عندما جمع مختلف الافضاد في عمليه صياغه شراكات اقتصاديه اساسيه قوامها تحقيق المصالح، لذلك العراق ينأى بنفسه عن اي تحالفات تضر بدول الجوار وتضر بالمحيط الاقليمي، لاننا اليوم نتحدث عن مشهد سياسي داخلي مربك ومنقسم على ذاته، وبالتاكيد هذا الامر انا اتوقع يفسر بانه اصطفاف او تاسيس لمحور. وايضا الدستور العراقي في الماده الثامنه منه يؤكد على مساله احترام العراق لجواره والمحيط الاقليمي والدولي وعدم التدخل في شؤون الغير، في المقابل طالب العراق ايضا تلك البلدان عدم التدخل في الشان الداخلي العراقي. وبالتاكيد ما خرج من بيانات كل رؤساء وملوك وزعماء هذه القمه بما فيهم الرئيس الامريكي اكد على مساله مهمه جدا، هو أمن واستقرار ووحدة أراضي العراق وسيادته، وهذه نقطة أساسية مهمة جدا يجب أن تستثمر على مسارين، فيما يتعلق بالتدخل التركي الموجود في شمال العراق أو فيما يتعلق بالضربات الإيرانية بين الحين والآخر أيضا على مناطق شمال العراق.